هو ايه الحكايه يا عم؟ هو في حاجه انا مش فاهمها؟ اللي انت مش عارفه ان البي والهانم عاملين علينا فيلم من اخراج اخونا الكبير. فيلم ايه يا جدع انت؟ ونهايته انا عارفها من قبل ما يالفوها. نهايته ايه بقى ان شاء الله؟ البضاعه هتغرق في البحر او البوليس هيقفشها، وفي النهايه تبقى الفلوس راحت علينا واحلالكم انتوا الجو وتشيلوا كمل بما حمل، مش كده ولا ايه؟ خص عليك يا مختار، بقى انت تعمل كده ومع مين؟ مع مرات ابونا؟ ضرت امنا؟ انت هتصدق خيار المريض؟ انت مش شهدت على عقد جوازها من ابونا وخنت امك اللي ربيتك؟ كمان شهدت على عقد جوازه؟ واللي يخون امه اللي ربيته ممكن يعمل اي حاجه عشان مصلحته. خلاص اتلبست العمه؟ انت اكيد اتجننت. انا لسه شفته جنان، انا هوريكوا الجنان اللي على اصوله. اقصى عليك يا مختار. سعد يا اشرف، سعد كل حاجه زي ما هي يا نديم، مفيش حاجه هتتغير، اخواتي ولا هتصرف معاهم. يا مختار الحقهم قبل ما يتهوروا ويعملوا مصيبه. انت المصايب كلها. انا خايفه وحاسه ان ركبي ثابت ومش شايلاني كده. الموضوع بقى يقلق. والعمل؟ مفيش غير اننا نلغي العمليه. والفلوس؟ ربنا يعوض عليكم. لا كله الا كده. دي فيها اعدام. عارفه يعني ايه اعدام يا نعمه؟ مدغور الفلوس قصاد عبينا. وليه يا اخويا بس التشاؤم ده؟ مختار اكيد هيقعد مع اخواته وهيقنعهم، دول اخواته اكيد هيتفقوا. اشرف انتوا قاعدين عليا سلك كده ليه؟ انا زي زيكم معرفش حاجه، واحلف لكم على مصحف بكده. يا سلام، قالوا للحرام احلف. حرامي؟ مش هلومك دلوقتي يا سعد عشان كلنا مظلومين، انما اعتبك معايا بعدين. وانت حسابك معايا دلوقتي. بس 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 يا اشرف، خلينا نتكلم في البيت بهدوء عشان نعرف نحل المشكله. نحل؟ ما هي قفلت البي، شفط الفلوس وراهن كل حاجه، ولا نوافق على خطته ولا ننسحب، وفي الحالتين هو الكسبان. مش هي دي امور الفهلاوه يا مختار؟ يا اشرف يا اشرف، وطي صوتك شويه، احنا في الشارع. شارع انت كمان؟ انت مش فاهم حاجه. يعني هتتهمني؟ انا قد مش وريتك الاوراق اللي تثبت ان بابا هو اللي سحب الفلوس وراهن الاصول. حصل كل ده، حصل، بس احنا لو نتكلم بهدوء هنحل كل حاجه. ودي حاجه تفوت على مزور محترف زيك. يلا يا سعد انا هوريك. هتعمل ايه يعني؟ هسجنك يا مختار. يا دي الفضيحه، يا دي الفضيحه. ويهون عليك تسجن اخوك. واسجن ابويا لو ثبت لي انه حرامي. قول لهم يا استاذ على السر اللي قلت لنا عليه. ما تقول لهم سر. سر ايه؟ هتقول لهم انت ولا اقول لهم انا؟ كنت فاكركوا اعقل من كده. لا وانت الصادق، كنت فاكرنا هبل وبرياله. انت فاكر انك ممكن تضحك علينا بحدوته سخيفه من حواديت السيما اللي بتتفرج عليها؟ فهمونا يا جماعه ايه الحكايه. الاستاذ اسكت يا سعد. لا مش هيسكت يا كذاب يا حرامي. اشرف في ايه؟ ما تتكلم. البي استغل ثقه بابا بالتوكيل اللي معاه وسحب كل فلوسنا من البنوك وراهن كل الاصول، وقال ايه؟ بيقول بابا اللي عمل كده عشان يمول صفقه مخدرات لسه جايه في السكه. مش بس كده، ده البي طلع موالس مع البنت اللي كانت مرات بابا، وعاملين تمثيليه هما الاثنين عشان يلهفوا المراس كله واحنا نطلع من المولد بلا حمص. انت قلت الكلام ده يا مختار؟ قلت الكلام ده على ابوك؟ ليه عملته كده؟ رد عليا، قلت الكلام ده على ابوك؟ قلته؟ الحقيقه اللي كان نفسي تتدفن مع بابا في تربته، واصول السر اللي تمني عليه. اخرس قطع لسانك. انت اكيد اللي كنت بتلعب المراه في الحرام، عاوز تشوه صوره الراجل الطيب اللي كل الناس بتحبه في حياته ومبهته. يا خدام يا مقرف يا قليل الادب، امشي اطلع بره، مش عارف اشوف خليتك. مش عارف بسرعه. على سامحني يا بابا، هما اللي اضطروا نعمل كده. سامحني يا اخي. كنت قلت لي ان العمليه متبطنه كدافين، ما كنتش جبتهم معايا. ونعرف منين بس يا مختار؟ انا فاهم انك عارف، عشان كده اتكلمت بقلب. يا ريتك ما اتكلمت ولا نطقت بكلمه. هما لسه راكبين دماغهم؟ راكبين دماغهم. خلاص نلغي بقى العمليه وكل واحد يروح لحاله. بجد؟ يعني ينفع الاخوه في الصين هناك يفهموا الموضوع وياخدوا حاجتهم ويرجعوا لنا فلوسنا؟ طبعا لا يا مختار، هو لعب عيال. لعب اسمه نصب واحتيال. مش عاجبك بقى روح اشتكي. اشتكي؟ اشتكي لمين؟
ديني مهله يا استاذ نديم، احاول اقنعهم. ماشي يا مختار، عشان خاطر ابوك الله يرحمه هصبر عليك شويه، بس مش كتير. شو احنا هتوصل اخر الشهر؟ رحتوا البنك وتاكدتوا؟ رحنا. يا ريتنا ما رحنا. ولا يكونش مدير البنك هو كمان موالس معايا ويعزمني في الصفقه؟ الراجل اكد لي ان بابا هو اللي سحب كل الفلوس وراهن الاصول. احنا اسفين يا مختار. على ايه؟ انت اخواتي الصغيرين برضو، وانا اخوكوا الكبير ولازم استحمل. انا لو كنت عايز اسرقكم الاول كنت خبيت عليكم الحقيقه وخدت الصفقه لنفسي. يا ريتك يا اخي كنت انت اللي عملت كده مش هو. عشان تعرفوا اني مصدوم زي زيكم. انا كل اللي اعرفه من بابا الله يرحمه انها صفقه ادويه متهربه. موضوع الكودافين ده ما اعرفش عنه اي حاجه خالص. انا حاسس اني بحلم حلم مزعج مش قادر اصحى منه. لولا ظنكم فيا وشككوا في ذمتي في عز ما انا محروق عشانكم ما كناش وصلنا للمرحله دي. وانت محروق عشاننا ليه بقى؟ تصور نفسك يا سعد يا اخويا فجاه مسؤول عن عمليه خطيره زي دي وما تعرفش عنها حاجه ولوحدك، تعمل ايه؟ ما اعرفش طبعا، لاني ما بفهمش في الحاجات دي. شفت بقى، انا من يوم ما عرفت الحكايه دي وانا قالب مخي بدور على راجل واحد يساعدني في نقل البضاعه وتخزينها. انما شوف ربك بقى، اما يرزق من واسع او رزق باتنين. قصدك ايه؟ قصدي النقمه الناس على المال هم اصحابه. اخرس انت اتجننت. بقول لك ايه، انا استحملتك كتير. يا جماعه يا جماعه وطوا صوتكم بقى، لحسن حد مش شغالين يسمعنا تبقى مصيبه. وانت يا استاذ؟ ايه اللي انت يا استاذ دي؟ انا ايه؟ انت معايا ولا واجبك هيمنعك؟ مش واجبي بس، ده واجبي وضميري وتربيتي تمنعني من ان اوصل السموم دي للناس. ماشي، يبقى انتوا الاثنين متنازلين عن حقكم في الصفقة. اعوذ بالله يا اخي من دي صفقة. جن زي ابونا راجل البر اللي كان بيحج كل سنة يعمل كده بس. كل دي اقنعة كان بيخفي بيها جريمته. اخرس انت هو، ما اسمحلكوش تمس ابويا بكلمة. البر والاحسان والتقوى كلها كانت صفات اصيلة في نفسه الطيبة وروحه المؤمنة. يا سلام، روحه المؤمنة وبيتاجر في المخدرات. بابا عمره ما يقبل قرش حرام، حتى فوائد البنوك كان بيوزعها صدقة. هو ده اللي هيجنني، طول عمره ماشي صح، ايه اللي عوجه على اخر ايامه على السكة الحرام دي؟ ومين اللي قال ان الصفقة دي حرام؟ نعم تعبيط، حرام 100%، ده كودافين. الحكومة هي اللي منعاه، مش ربنا اللي محرمه يا سيادة الرائد. ايوه يعني هي الحكومة منعاه ليه؟ مش عشان بيأذي الناس؟ لا يا استاذ، الكودافين ده دواء كحة بيعالج حساسية الصدر، يعني مفيد 100%، ولو معاك روشتة تقدر تروح اي اجزخانة وتصرفه بكل سهولة. طب هي الحكومة عملت كده ليه يعني؟ اقول لك انا بقى يا سيدي، الحكومة منعته لان في ناس مجانين بياخدوا كميات كبيرة جدا من الدواء ده، قال ايه عشان يصطلهم. احنا بقى مش مسؤولين عن المجانين دول، يعني لو جبت شريط دواء وبلبعته كله هموت فيها، يبقى الدواء بالنسبه لي حرام. طب ما هو كده يبقى بابا ما كانش بيتاجر في المخدرات. طبعا لا، بابا بيقدم خدمه انسانيه جليله لمرضى الحساسيه الصدريه في مصر كلها. يا سلام. طبعا، ما هي الشحنه اما توصل وتتوزع السوق هيشبع، وبكده تضمن وصول الدواء لكل مريض. وانت بقى تضمن لي ان الشحنه دي تتوزع على عين الحكومه وتوصل للصيدليات مظبوط؟ اللي انا